الإمارات تاريخ ينبض بالعراقة وتراث يفوح برائحة الأصالة وحكاية أمجاد وحضارات تمتد منذ العصور الضاربة جذورها في أعماق التاريخ وحتى يومنا هذا. وقد أرخ الباحثون في دراساتهم أن أقدم الآثار البشرية تعود لحوالي 7000 عام قبل الميلاد، وبالفعل تم اكتشاف مستوطنات ومقابر وأسلحة ورؤوس حراب وأوان فخارية في جزيرة مروح وغيرها من المواقع الأثرية، والتي تعتبر جميعها جزءا من العصر الحجري. هذا فضلا عن المكتشفات والآثار التي تعود إلى العصر البرونزي، والذي ينقسم إلى 3 فترات: فترة جبل حفيت التي اشتهرت بكثرة المقابر في منطقة سفح الجبل، فترة أم النار وتمت تسميتها نسبة إلى ما تم اكتشافه من آثار في جزيرة أم النار في إمارة أبوظبي، فترة وادي سوق وسميت نسبة إلى أحد المواقع الأثرية في وادي سوق بمدينة العين، أما في العصر الحديدي فيعتبر موقع ساروق الحديد في دبي من أهم الاكتشافات التي تعود إلى 1000 قبل الميلاد، كما وجدت آثار مختلفة مثل سيوف طويلة ورؤوس سهام وغيرها. وبالانتقال إلى العصر الإسلامي ومكتشفاته، يعد مسجد البدية في إمارة الفجيرة من أبرز المعالم الإسلامية القديمة المكتشفة، كما يعد قصر الزباء وقلعة ضاية من أهم المكتشفات في مدينة جلفار في رأس الخيمة. ونظرا لأهمية هذه المنطقة التي كانت على الدوام محط أنظار وأطماع الدول الغربية، جاء البرتغاليون من عام 1498 إلى عام 1650 إليها، وكانوا أول الواصلين إلى شبه الجزيرة العربية. من ثم جاء الهولنديون من 1622 إلى 1766 للميلاد، وتبعهم البريطانيون من 1720 إلى 1971، الذين كانوا مهتمين بتعزيز قوتهم البحرية لحماية المنافذ التجارية مع الهند. بدأت بعد ذلك حقبة جديدة شهدت نشوء إمارات الساحل المتصالح، حيث أصبحت مدينة أبوظبي العاصمة الدائمة لقبيلة آل بوفلاح، والتي أصبحت قوة سياسية واقتصادية وعسكرية على ساحل الخليج. ومع تولي الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط زمام القيادة، نعمت المنطقة بفترة من الاستقرار والاتحاد امتدت 54 عاما، وظهرت دبي حينها كمركز للتجارة. من ثم تولى الشيخ شخبوط بن سلطان مقاليد الحكم، وكان من أبرز إنجازاته توقيع امتياز بترولي مدته 75 عاما مع شركة التطوير البترولية، وإنشاء المدرسة الفلاحية، وخط مياه عذبة من آبار الساد إلى أبوظبي. وفي عام 1966 تنازل الشيخ شخبوط عن الحكم لأخيه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي فطن بعد فترة قصيرة من توليه السلطة إلى أهمية الاتحاد، وبدأ بتخصيص جزء كبير من دخل أبوظبي لصندوق تنمية الإمارات المتصالحة. بدأ الشيخ زايد باتخاذ خطوات جادة لتحقيق حلمه الكبير الذي يشاركه به إخوانه حكام الإمارات الأخرى، والذي يتمثل في قيام دولة واحدة تحت راية واحدة. وكتتويج لجهوده الكبيرة
وعمله الدؤوب على مدى 47 شهرا، تم الإعلان عن قيام دولة الاتحاد في 2 ديسمبر عام 1971. وبعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد، تم قبول الإمارات العربية المتحدة كعضو في الأمم المتحدة، واحتلت مقعدها باعتبارها العضو 32 بعد 100 في المنظمة الدولية.